شفت نوم سلابته لابته وقفة شوميلة 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 يا تواصل بداية هذا الموسم بانتزاع الشوط الرئيسي مع بزمات صالح بن راشد بزمات، ولكن مثل ما ذكرت بأن الامبراطور خطير خطير خطير، الامبراطور الامبراطور قادم مع فرق مع فرق مع فرق، النود وفرق النود وفرق، ولكن النود النود صالح بن راشد زمات تستاهل فوز نود بشوط مفتوح، تستاهل خير وعافية. شو سلالتها؟ سلالتها ضبيان ولد الحنيش بركاب من الزبار، وامها بنت شاهين صغير طالع من هجن الشحانية. راشد سألت أحد الخبراء في عالم التضمير وهو اعتزل الحين الريس، وقلت له ايش أفضل السلالات، ذكر لي عدة سلالات ولكن يقول الحنيش، سلالة الحنيش تميز بالسرعة، ايش رأيك أنت في المقولة هذه؟ والله يا أخي هذا شيء قسمه ونصيب وحظ، إذا ضرب معك الحظ إن كان الحنيش وإن كان غيره، وشاهين بعد لها دوره بعد في السلالات. احنا اذا فتحنا مجال السلالات بيتشعب الموضوع، لكن بما انها سابقه اليوم من سلاله الحنيش. والله يا اخي الحمد لله رب، هاي توفيق من الله سبحانه وتعالى والله يبارك فيها. اللهم امين. وش هي سلالتها؟ بنت ضبيان ولد الحنيش ام الزبان. صحيح نعم. وابرز مشاركاتها قبل اليوم كانت الثانيه في الدي ان اي العام تقريبا الشوط الاول. انتاج قطر. نعم انتاج قطر. والبكره فحمناها علقناها. ويوم شفنا البكرة إلا البكرة تستاهل الشوط الأول، قدمناها للشوط الأول. من خلال تعاملك مع النود مستواها اليوم مستواها لا يعلى عليه، ولكن أنت تشوفها أفضل لقية أفضل منها حقه؟ أنا أقول عندها أكثر من اليوم بحيل الله وقوته، عندها أكثر من اليوم. الشوط كان اليوم قوي وتبادلت على النود أكثر من اسم، ولكن ها ما شاء الله صمدت في النهاية. الحمد لله رب. أول شيء نود ما كان تقوم، اليوم قامت، ما كانت تعودني على سبب براشد. والله يا اخي سبحان الله الشوط غير الغاره تو السبب، والشوط الاول صعب بعد صار يعني دفع. استلام النود المركز الاول كان بدون تدخل منك؟ نعم كانت مستلمه بدون تدخل مني، فالحمد لله رب العالمين. بديت مثل ما يقولون اصدار الاوامر عليه تقريبا عند ال 500 تقريبا طول 3 كيلو ونص النود مستلمه بروح. نعم صحيح انك على هذه البكره النادره، والله يوفقك يا ابو راشد وفوزها وناموسها لمن تهدي. والله فوزها وناموسها هدي لجمعيه صالح الزمات، واقول لهم الجايات افضل. الله يوفقك يا ابو راشد، جعلنا مسن دايم، وشكرا جزيلا. حياك الله مرحبا.